انا كبرت وتعرقت في هذا الشيء. هذا هو هذا الشيء ديال العماريات العرايس، تنخدموا من كاين السلعه تصاوبوا من اللرز، وكاين الخدمه اللي تصاوب من اللرز والكونتر بلاكي، وكاين عاوتاني هاد المياه ديال كويا اللرز الزواق، واش فهمتيني؟ هادشي تعرقنا فيه من الصغر ديالنا، قابلنا الصناعه ديال تنخدموا في الصناعه ديال اللهم لك الحمد عليها. انا اول مره تنتعرف بهاد المعرض، اول مره جيت له ما بقاش داكشي تنعرفوه ديال اللي تيتصاوب البياسه، تتصاوب في شهر وشهرين عاد تتصاوب. يمكن لك دابا البياسه تصاوب هاد الفعال ما كانش وجد لك 3 ايام 4 ايام. دابا فاش تكون في المحل ديالك يمكن لك البياسه تصاوب 5000 درهم، يجيب لنا معطيك 3000 درهم تخرج له تشطر له في السلعه تصاوب له السلعه ديالو. ما بقاش داكشي تعرف بنادم الصناعه، حنا دابا صناعيه كبرنا في هادشي هذا، ما يمكنليش نصاوب انا داكشي هذا. واش فهمتي نقص لهم السلعه وكذا، تنقول له هادي شنو فيها وشنو فيها وشنو فيها، وهادي الا نقص منها شنو فيها شنو فيها، انا ما نصاوبهاش. واش الصناعه تخلطت؟ ما بقاش عندها حتى شي واحد محدوده اللي ولا تيجي تمجي لها الصناعه هذه. بالنسبه للعماريه بالنسبه للعماريه ما كاينه تتراوح من 5000 درهم حتى 30000 درهم، العماريه 40000 درهم ما محدوداش على حسب الجوده الخشب. حدا بادي بالنسبه هذه هي هذه هي مخدومه باللرز، هذه تتراوح من 12000 درهم هذه هي 12000 درهم. هذه بالنسبه عاود قليله عليها شويه 10000 درهم. وبالنسبه عاوتاني لهذا الشيء هذا هو هذا هذا الكرسي دير 8000 درهم، هذاك 8000 درهم. هادو 6000 بالنسبة لي انا راه شي فرصة هادي عطاوها لنا اللي نتعرفوا على هاد المعارض اللي ما كنتش معرف عليهم انايا.